يوم عن الرمان، بما ان الرمان جميل وكتير فخلينا كده نستغله شويه. اللي حابين يفرزوا الرمان واللي حابين هنعمل منه مربى، هنعمل منه صوص من الرمان، نعمل منه زي ما اتفقنا عصير ميلك تشيك، يعني ننوع كده شويه ونشوف احنا وكيكه الرمان كده تبقى لطيفه معانا ان شاء الله خير. طيب هقول لحضراتكم اول حاجه هنبدا بيها باذن الله هي كيكه الرمان. خليني اقول لحضراتكم مقاديرها: 300 جرام من الدقيق، عندي معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وعندي 125 جرام زبده، يعني حوالي اكتر من نص كوبايه، يعني هقول مثلا تلتين كوبايه، تلتين كوبايه زبده. طيب وعندي 60 جرام من السكر، يعني حوالي 3 او 4 معالق سكر. خلوا بالكم الكيك دي انا حاطه سكر قليل لان احنا هنسقيها بصوص رمان هنعمله من الرمان، فهنسقيها زي الشربات كده. طيب عندي معلقه صغيره من الفانيليا، وعندي 4 بيضات، 200 جرام من الكريمه الحامضه الساور كريم، مفيش هنحط زبادي ولا يفرق معاكم خالص، الزبادي العلبه 80 جرام، علبتين ونص. طيب 100 مللي من عصير البرتقال اللي هم حوالي نص كوبايه، معلقه كبيره بشر برتقال اذا موجود، اذا مش موجود خلاص. 100 جرام من الرمان المجفف، المجفف يعني اللي احنا خدناه وقفلناه ونزلنا منه الحبوب واتغسلت شطف وتنشف في مصفى وبقى تمام، لكن مش مجفف انه ناشف يعني. طيب 50 جرام بندق او لوز محمص مطحون اختياري، اي حاجه بقى عايزين تحطوها جوه خليط الكيك، مش عايزين تحطوا ما تحطوش، عايزين تحطوا جوز هند اوكي، مش عايزين خالص براحتكم. طيب الصينيه طبعا مدهونه ومرشوشه بالدقيق، عندي بقى صوص الرمان اللي انا هحطه على الكيك حبايبي الحلوين. نزلوا صوص الرمان. طيب عندي نص كوبايه من السكر، وعندي كوبايه من الرمان الحب، وعندي نص كوبايه من عصير الرمان هضربه في الخلاط، اخد حبوب الرمان احط معاها حوالي معلقتين ثلاثه ميه هضربهم في الخلاط فيبقى عندي عصير الرمان، وبعدين معلقه كبيره من عصير الليمون وفانيليا، هعمل صوص من الرمان ويبقى زي ما في صوص فراوله وصوص كراميل وصوص شوكولاته. يبقى هقول تاني: صوص الرمان نص كوبايه من السكر، عايز يكتر السكر عن كده اوكي، بس انا شايفه ان نص كوبايه حلو قوي، ده خلاص كده خليني بقى ارفعه على جنب. وعايزه كوبايه من الرمان الحب، نص كوبايه من عصير الرمان، معلقه كبيره من عصير الليمون والفانيليا. ان شاء الله نعمل يوم كيكس مختلفه، نعمل يوم مثلا الشوكولاته ونقفل كده زي تورته الشوكولاته بصوص لطيف للي بيحب لمحبي الشوكولاته. هعمل كمان كيكه البرتقال عشان مدام نادي حبيبتي كانت سالتني على حاجه خاصه بكيكه البرتقال، نعملها ليها صوص ونقطع عليها البرتقال فيليه ونحشي جوه برتقال وكريمه البرتقال، هتبقى جميله قوي، تغيير من الروتين يعني للويك اند او للايام اللي مثلا جاي لنا حد رايحين نزور حد من عيلتنا، حد رايح لمامته، حد رايح لحماته، الحاجات دي بتبقى حلوه قوي، الحاجات اللي الواحد بيقف يتعب فيها في البيت دي بيبقى ليها لمسه خاصه كده، الواحد بيقدر تعب الناس اللي وقفت وعملتها، يعني غير الجاهز كلنا واحنا رايحين بنشتري، بس اقصد لما بتقفي تعملي حاجه وبتبقى حلوه قوي انا اعتقد ان بيبقى ليها يعني لفته كده لطيفه جدا. طيب خليني بقى اقول كيكه الرمان انا هبدا فيها اعمل ايه، زي اي كيكه عادي، بس هي الفكره كلها ان الرمان اللي انا هستخدمه هحط شويه جوه خليط الكيك وهاخد شويه اعملهم صوص. انا بس عايزه اوريكم شكل الصوص اللي انا عملته قبل الهوا، عايزه بس حضراتكم تشوفوه كده، خليني ايه اخد الاسباتولا احسن. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايزاه صوص خفيف كده لاني هسقي بيه الكيك، احنا متعودين الكيك بنسقيه بالشربات، انا عملت الرمان، اخدت الرمان شويه منه مع معلقتين ثلاثه ميه ضربته في الخلاط، خدت العصير اللي هو ده حطيت عليه شويه من حب الرمان عشان تبان ان دي كيكه فيها رمان، وبعدين حطيت عليهم السكر وعصير الليمون سبتهم على النار يغلوا، وبعد كده لقيت اللون بقى ساي مثلا اللون فاتح مفيش مشكله، هنا بقى نلعب بالايه بالالوان، عندي اللون الاحمر سواء جل او حتى السائل واحط منه نقطتين انور كده اللون بتاع الرمان مفيش مشكله خالص هيبقى رائع جدا. طيب هبدا بقى اعمل الكيك، خليني اجيب بوله كده انا ممكن اعملها في العجان على طول، خليني اشتغل في العجان ناشف تمام. بسم الله هبدا الاول زبده وكم معلقه سكر اهم مع بعض زي خليط الكيك العادي جدا، بس هي الفكره كلها زي ما اتفقنا انا هسقيها شربات رمان، مش شربات رمان يعني صوص احنا هنعمله من الرمان الفريش، وهحط اهو السكر ده سكر بودره حوالي 4 معالق كبار مش مكترين نسبه السكر، هاخد فانيليا خلي الدقيق جنبي وعصير البرتقال جنبي والبيض هخليه هنا انا هكسره جنب حضراتكم كده عشان نبقى مطمئنين. بسم الله
انه تمام. هبدا بقى ادور كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الزبده مع السكر اول حاجه. خلاص لو عندي فانيليا انا ممكن احب قوي احط شويه مع الزبده والسكر، بتدي طعم حلو قوي. وبعدين انزل باقي الخليط مع البيض. هبدا دلوقتي وانا مع حضراتكم اكسر البيض بيضه بيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين بقى يوم نعمل المارينج الملون اللي بالبياض البيض علشان الولاد، نعمل شويه حاجات كده لطيفه ونعمل المكرون. المكرون اللي هو بيتعمل ببودره اللوز، لو عندنا شويه لوز احنا نعمله اصلي بيتباع في احد المحلات باسعار خزعبليه كده، بس احنا هنعمله في البيت احلى واطعم، وهنعمله بالالوان وهنلعب فيه لعبه حلوه قوي. فخليني كده ايه اهو بدات تبقى خليط كريمي. هنزل بيضه بيضه. بسم الله. كل ما تتشرب بيضه اضيف الثانيه، تاخد اربع بيضات ان شاء الله. وبعدين عندي الفانيليا بجهزها بس كده، هحطها مع اول خليط البيض علشان ايه ما استناش عليها لما تزفر. وادي البيضه الثانيه. اوكي بسم الله. معلش اسمحوا لي بس ارفع كده، اللي دي هنا انزل من الجوانب بس الزبده والسكر عشان يبقى كل الخليط نازل جنب بعض ده داخل جوه بعضه. بسم الله. اهو والصينيه طبعا ببطنها بادهنها زيت او زبده واحط لها دقيق. وادي البيضه الثالثه وهكسر الرابعه. تمام بسم الله. حلو قوي الكلام ده. عندي بقى هنا الساور كريم او ينفع لبنه، ينفع زبادي، يعني في بدائل ما عنديش مشكله خالص. هحط الاول خليط الايه ساور كريم او اللبنه او الزبادي. البيكنج باودر هحطه على الدقيق هنا. وعندي طبعا رشة الملح خفيفة، حاجة لا تذكر. وهقلبهم مع بعض. أهم حاجة بقى الحاجات اللي بتغمق الكيك، نوع البيكنج باودر ممكن يغمق الكيك. عدم ضربك للزبدة والسكر كويس في انه يفتح اللون ويبقى خليط فاتح، وتحطي التبس كويس وتستني على كل خطوة بتعمليها ممكن يسبب غمقان الكيك. كمان نوع دي بس اهمهم نوع البيكنج باودر، يا ريت نستخدم نوع بيكنج باودر يكون حلو. طيب هحط هنا بقى شوية عصير البرتقال، دول تقدري تستغني عنهم، ممكن يبقى عصير رمان بس انا مش عايزاه يغمق. خلاص هاجي بقى بالدقيق. بسم الله. شوية شوية مع الخلط كده. تمام. تعالى شيل حاجة يا محمد. وهنزل بقى بالاسباتيلا الجوانب كده. خليط جميل جدا اهو ده اخر بس حاجه. ايوه تمام. وبعدين هنزل بس اضربهم كده مع بعض اخر ضربه. عندي بقى شويه من حبوب الرمان هحط شويه صغيرين
هرفع بقى كده وخليني ايه انضف بقى كده. معانا مريم، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك يا عظيم حبيبه قلبي؟ عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. الحمد لله يا حبيبتي. يا رب دايما في احسن حال واحسن صحه حبيبتي. حبيبه قلبي تسلم ايديك يا حبيبتي. الصوت يا ولاد بيقطع جامد. يا صباح الرمان. يا حبيبه قلبي ربنا يخليك يا روحي. خليك، انا بموت في الرمان، بحب الرمان جدا واحب اعمله حاجات كتير يعني. يا حبيبتي تسلم ايديك. تسلم يا روح قلبي، تسلمي. كيكه الرمان دي بقى هنهديها لمدام احلام عشان عيد ميلادها النهارده. الله، كل سنه وهي طيبه. هي ما شاء الله، نقول لها هي ومرامي كل سنه وانتم طيبين يا رب. يا حبيبه قلبي هم طيبين وباحسن صحه واحسن حال يا رب. حبيبه قلبي تسلم ذوقك حبيبتي والله. وعايزين نشوف حاجات حلوه النهارده للرمان جديده بقى عشان نعملها ان شاء الله. حاضر، بس كده من عينيا حبيبتي. تسلم حاضر. عينك يا حبيبتي. تسلمي ويسلم ذوقك وميرسي لاتصالك. الله يخليك. متشكره جدا يا حبيبتي. في حفظ الله، الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه مدام احلام حبيبتي، عقبال مليون سنه وانت في احسن صحه واحسن حال. وام رامي كمان حبيبتنا، ربنا يديك الصحه والعافيه كل سنه وحضرتك طيبه يا رب. تمام كده بقى، انا خلاص نزلت الايه خليط الكيك. طبعا انا دهنت الصينيه شويه زبده وعفرتها بالدقيق، مهم قوي بس ايه اعملها كده. عايزين صينيه تبقى اصغر شويه فتبقى اعلى براحتكم، لكن مفيش مشكله خالص. انا مسخنه الفرن 180، هحط على الشبكه في النص لحد ما تبدا ترتفع. لو خدت لون من بره قبل ما احنا نحس انها استوت من جوه، وانا مش هفتح عليها قبل 25 دقيقه، ده مهم جدا عشان ما تهبطش، لا تهبط من النص ولا الحروف بس تتحمر والاقيها من جوه نيه. وبعدين ابدا، لو لقيت لونها خدت لون احط سيلفر عليها او يعني المونيوم فويل واسيبها تكمل سواها خالص، وبعدين اطلعها. تاخد لها على حسب الفرن 25 ل 40 دقيقه احنا وايه والفرن بتاعنا. هنا معانا مدام ناديه، يا اهلا وسهلا. صباح الجمال والسعاده. صباح الفل على عيونك يا مدام ناديه. انا النهارده البلوزه كانها عامله زي الرمان برضه. انا قلت البس حاجه ماتشنج بقى مع الرمان. ما شاء الله، احلى حاجه بقى النهارده ان انت منوره كده الدنيا كلها. يا ربنا يخليك. وسمعت صوت مدام مريم، ربنا يذكرها. الحمد لله، الحمد لله. يزيد لها في الشفا يا رب. انا سعيده قوي ان انا سمعتها النهارده والله. يا حبيبتي يا حبيبتي يا رب. وكل سنه وحبيبتنا مدام احلام بخير وسعاده وصحه يا روح يا رب. وام رامي طبعا اختنا وحبيبتنا وكل اللي عندهم عيد ميلاد شهر 11 ان شاء الله. ان شاء الله. برج العقرب ده احلى برج، ده من الابراج الحلوه. لا بقى، مع برج الاسد حلو برضه. ما انا قلت حاجه وانا اقدر اتكلم. حماتي برج الاسد. انت حبيبتي. ربنا يخليكي يا مدام نادي، يا رب ويسعدك. ما تحرمش منك. وايه الجمال النهارده، اول مره اشوف الكيكه اللي هي بالرمان الجميله دي. يا رب تعجبك يا رب يا رب. تسلمي، واكيد صحيه، الرمان جميل، جميل كل حاجه. الحمد لله. تسلمي تسلمي يا حبيبه قلبي. خلي بالك طلب الكرنبيت بالاجماع ان شاء الله يوم الاحد. يوم الاحد باذن الله. ووعدتينا بحلقه محشي من عينيا الاسبوع الجاي والله. نقدر ان شاء الله، ربنا يديك الصحه وتعمل لنا كل الجميل كله. امين يا رب. يخليكوا ليا يا مدام ناديه. وتحياتي لكل كاست البرنامج. الله يخليكي حبيبتي. مع الف سلامه. اتمنى لك حلقه جميله زي عوايد كده. يا روحي تسلمي لي يا حبيبتي. حفظ الله. مع الف سلامه. مع الف سلامه حبيبتي. احنا معانا مدام ايمان من السعوديه. حبيبتي مدام ايمان. حبيبتي ما شوف عظيم. السلام عليكم حبيبه قلبي. سلام. الف سلامه على ماما وربنا يطمن قلبك عليها. يا ايوه يا شيف عظيم، الله يخليكي. انت حبايبك ما شاء الله، ربنا يخليكي. والله دعوا لها امبارح والله يا مدام ايمان. شكرا. انا على فكره والله انا نزلت لها مصر صد رد عشان دي امي. يا حبيبتي طبعا ربنا يخليها لك. انت قلتي كلمتين امس الا الام والاب. طبعا بعد طبعا. الام والاب طبعا ربنا يخليها لك. انا بالك بقول لها بسلم عليها، هي طبعا هي لسه في المستشفى. يا روح بقول لها يا حبيبه قلبي يا رب يا رب كده اشوفك على خير يا رب وتخرجي ان شاء الله بسلامة. يا رب يا رب. وادعي لها يا شيف عظيم والله. والله بدعي لها حبيبتي يا رب. انا حاسه ان انا نصي معاها ونصي هنا، بس انت عارفه الاولاد والمدارس. معلش معلش يا روحي، ربنا يقدرك والله يخليكي بجد يا حبيبتي. وهي ربنا هيكرمها دعوة بنوتة جميلة زيك كده.
اكيد بره بيها، ربنا يكرمك يا حبيبتي. الله يخليك، عايزاكي بس تعملي لنا التوست السن. الله يخليك يا شيف عظيمه. عيوني. حاضر حبيبتي. بقول لمدام احلام كتر خيرها اللي هي على طول والله بتتصل عليا دولي، بقول لها كل سنه وهي طيبه حبيبتي. ربنا يخليك. كل حبايبك وكل وصله البرنامج بسلم عليه، والجميلة اللي ردت عليا ميرسي لك وكلكم. تسلمي حبيبة قلبي، شرفتينا يا مدام إيمان، ربنا يطمن قلبك. مرضى المسلمين جميعا، مرضانا جميعا جميعا، كل اللي في المستشفيات يا رب ياخذ بيدهم يا رب. امين يا رب العالمين. عليكم السلام يا حبيبتي، في حفظ الله، مع الف سلامة حبيبتي، ربنا يطمن قلبك عليها. طيب انا عملت صوص الرمان، انا طبعا هعمله مع حضراتكم تاني، اوعوا تفتكروا يعني ان انا عشان عملت كده مش هقول. بصوا انا بسقي بس الكيك، احنا اتفقنا ان احنا حطينا نسبة سكر قليلة، فانا بالتالي قلت زي الرواني احنا بنسقيها شربات، بس انا عملته بالرمان. هقول لكم دلوقتي الصوص عملناه ازاي، وهعمله دلوقتي حالا مع حضرتك. انا بس سقيت الكيك وبعدين هنقطع منها، استنى بس تتشرب شويه واسمحوا لي هقطع لكم منها حته. خليني مثلا ايه اجمل برده شويه كده من المكسرات على جنب، نكسر يعني اللون الاحمر ده بحاجه خضره جميله كده اذا موجود، وان شاء الله تدوقوها وتعجب حضرتك. الصوص ده جميل، وعلى فكره الصوص ده نقدر لو مش عايزين فيه حب الرمان نفرمه كويس قوي الرمان ويتضرب ونعمله صوص عادي سائل.